النسخ ديال البروستات اللي هو واحد المرض كيجي بزاف عند الناس اللي السن ديالهم كيتجاوز 50 او 60 سنه. هاد الباثولوجي هاد المرض كثير عند الناس الكبار مورا 60 عام، واحد ثلاثة كيفتحوا ماشي كيداو، اذا الكوتيديان يوميا هادشي كنشوفو بزاف. كنعتمدوا على الايكوغرافي اللي مهم بزاف بالنسبه للتشخيص ديال الامراض المثيلية البولية. الامراض المثيلية البولية العين تقدم بزاف، وطرق الجراحة مفيهاش ضرر تقدم بزاف. اضطرابات المثيلية البولية السفلى كما كتعرفوا، هاد الباثولوجي هاد المرض كثير عند الناس الكبار مورا 60 عام، واحد ثلاثة كيفتحوا ماشي كيداووا، اذا الكوتيديان يوميا هادشي كنشوفوا بزاف. وبعض الحالات كيكونوا ديال الناس اللي باقيين صغار شويه، كتلقى عندهم انبوب مسدود كتسموه ليستيون زوغيترال، حتى هما عندنا بزاف ديال الناس كيجيو من كل بلاصه على هاد الباثولوجي اللي كان غالبا ادويه، مي حالات اللي كتكون ادويه ما كانش عندها عطات شي نتيجه كيفتحوا لهم. اش مشكل عندك الحاج؟ المشكل اللي عندك؟ المشكل عندي هي النبوله، ما كنوض في الليل. شحال مره كتفيق في الليل تبول؟ شحال؟ شي خطرتين ثلاثه هكا. بزاف اللي فرحان. وكتبول ضعيف؟ ضعيف ماشي ضعيف، كتقطر غير ما هو كان كتزبق عليا كتهرب لك البوله. البوله واخا غير نقطة. وكتعاود شي تبول مرة مرة غادي جاي كتبول. ايه ياك. وكتاخذ شي دواء على هادشي؟ عما كنتي الدواء عليها؟ هذاك الدواء. عطيني الدواء اللي كتاخذ. وما دريتي شي حاجه؟ ما كاينش تحسن؟ لا شويه كيقلص. باقي باقي تفيق؟ لا هاد الايامات شويه جعر عليا. حسب الهضره مع مع السي احمد ان المشكل عنده التبول قديم فيه، وما علاش تكون البروستات هي هذيك لاج ديالها، غير هو الدواء اللي كياخذ الدواء ما يخليش النبوله تخوي. اذا العكس اللي خصو ياخذ، وخصو الدواء اللي يحل ليه البروستات يسهل البوله ديالو. هذا العكس ديالو، إذا راه باز الإنسان باقي كيبول هو، دابا خصو يحبس هاد الدواء وغنشوف التلفازة، إذا حسب التلفازة يبان لي الحجم ديالها وكاين وعاد نقدر نقول لك ساعتو الدواء ديالو ولا يدوز الجراحة، حسب التلفازة غندير عليه. أمراض المثيلية البولية السفلى منهم التضخم بروستات كتسمى ليبيتروبيني دا بروستات، ولا كونسير ديال البروستات تا هو الورم ديال البروستات. كاين امراض كثيره ديال الحجر، الحصى ديال المثيلية البولية في كل الحالات، ديال الكلي، ديال الانبوب، ديال البوله، كاين ديال عاوتاني انحصار ديال لوغيت كانال سينوز يوريتخال، تا هما وغير حتى الورم ديال الكلي كنجمعو هادشي. مي غالبا اللي كيكونوا هما البروستات والحصى، هادي باثولوجي كثيره في المغرب وجميع الدول كتكون هادي لا باثولوجي كثيره عندنا. عنده مشاكل في التبول ناتج عن الانتفاخ ديال البروستات، اللي هو واحد المرض كيجي بزاف عند الناس اللي السن ديالهم كيتجاوز 50 او 60 سنه، والحاله ديالو الحمد لله ما كتحتاجش شي تدخل جراحي غير بالعلاج الكيميائي بالدواء، الحمد لله عطى نتيجه مزيان، وكيبقى تحت المراقبه بيان سور دو فاسون بيريوديك، يعني بطريقه بانتظام باش نراقبوا واش كاين شي تدهور او لا كاين شي تحسن في الحاله ديالو. الا بقى الحاله ديالو متحسنه وكاين نتيجه مزيانه غير بالدواء كنخليو المريض غير بالدواء. بالنسبه للوسائل المستعمله في التشخيص ديال امراض الجهاز البولي والتناسلي، كنعتمدوا اول حاجه على الانتروغاتوار اللي هو كنتكلموا مع المريض، كنعرفوا الحاله الصحيه، العمر ديالو، لي زونتيسيدون اللي عنده، ميديكامونتو ميديكو شيرجيكو، وكنعتمدوا على الفحص السريري، يعني تنقلبوا المريض، كنعتمدوا على ليكوغرافي اللي هي مهم بزاف بالنسبه للتشخيص ديال الامراض المثيلية البوليه، كنعتمدوا على لا ديبيمتري، كنعتمدوا بعض الحالات كنمشيو حتى لي روسكانير، كنعتمدوا على البي اس ا بالنسبه للناس اللي كيتجاوز العمر ديالهم 50 سنه. يعني كاين بزاف الوسائل الحمد لله اللي كتعاوننا في التشخيص ديال الامراض ديال المثيلية البوليه.
التشخيص هو غالبا الانتروغاتوار التكلم مع المريض كنقدروا ديجا والنتيجه كنعرفوا نتوجهوا فيها اش غنديروا مي كنبرهنوا هذا الشيء كان لوبجيكتيف عندنا كنديروا على الصادات التلفازه ليجيتراسيون كنقلبوا نشوفوا اذا كان غالبا البروستات كافيه هذا الشيء منها باش كتشخيص وبعد الحالات الصعبه اللي كنلقاو فيها المسائل البوليه ما قدرناش نفرزوا ما بين البروستات وحاجه واضطرابات المسائل البوليه كنديروا تشخيص ان بيلون ايروديناميك فونكسيونيل كما شفتوا هنا عندنا قريب حدا كل شيء قريب عندنا هنا باش كنشوفوا اش من نوع النبول عندها واش مشكل فعلا حابسه شي حاجه ولا هي كتضرب بزاف ولا مشكل فيها فونكسيونيل وهذا الشيء هذا لافونتاج كيكون عندك المريض كيستافد من جميع التشخيصات في مكان قريب وواحد سرعه الوقت وزيزه اللي بالنسبه للطبيب حنا بالنسبه لنا حنا كتعاوننا نشوفوا مرضى اخرين وحتى بالنسبه للمريض كيقدر يدير اغراض يمشي في حالته. الاجتماع هذا مختص بالامراض السرطانيه ديال المسالك البوليه واللي كنكونوا فيه بمجموعين حنا والاصدقاء ديالنا والزملاء ديالنا الاطباء الاختصاصيين في الجراحه ديال المسالك البوليه. الوغ شنو الهدف من هذا الاجتماع ديالنا؟ انا بصفتي كاختصاصيه في العلاج الكيماوي كنجلسوا باش ندرسوا جميع الملفات اللي كنكونوا استوفيناها كاملين من ناحيه التحاليل والراديوات ايتترا باش ديك الساعه كنعطيو واحد استراتيجيه ديال العلاج للمريض اللي كيكون فيها التدخل ديال كل واحد فينا في الوقت اللي هو محدود ليه، سيتادير واش غادي يبدا الطبيب الافتتاح هو الاول ولا غندخل انا بالشيميو قبل ولا الطبيب الاشعه مثلا يكون من بعد. دونك هذا كنسميوهم بالفرنساويه لي ريونيون دو كونسيرتاسيون بلوري ديسيبلينير، الاجتماعات ديال التفاهم اولا ديال التخطيط اللي مشترك للعلاج للمريض اللي باسكو السرطان ماشي مرض اللي سهل، دونك تيطلب ان كل شيء يتعاون وكل شيء يفكر جميع باش نعطيو احسن علاج للمرضى ديالنا. عندو تدخل بروستات ايبيتروف بين البروستات ماشي ورم، عندو بروستات ما تخليش يبول مزيان شتيها طالعه بزاف حبسه وخا الدواء شحال مره ما دار حتى حاجه. اذا دابا وصل انه خصو يدير العمليه والعمليه ان شاء الله العمليه هذيك الكونسي زعما هي بحال كنبخروا البروستات فابوريزاسيون البروستات افيك كنقرطوا منها باش تقلبوها حتى هي دونك سي ريزيكسيون فابوريزاسيون غيدير يخرج ان شاء الله مع العشيه مع ربعه يمشي للدار وخمسه دونك ويجي عندنا هنا دو جور حيد التيو ديالو. عندو العملية ديال لا فابوريزاسيون لا ريزيكسيون اون ميم طون كنحلو لي كوبو اللي نحيدو ليه اون ميم طون كنحلو منيو لي بول مزيان ماشي كونسير عندهم ماشي ورم دونك سي هيبرتروفي بيني دا بروستات دونك هادا التكنيك اللي كنديروها كي بيرمي لو باسيون يخرج النهار ديالو ان شاء الله. دابا واحد الساعة ديال العملية تخدير غير محلي كما دار البروفيسور ميغيل دار وبعدها واحد أربعة سوايع يقدر يمشي للدار ديالو. ديال العمليات من الاحسن باش نديروه بالبنج الموضعي، يعني كتدار الشوكه ديال الظهر والمريض كيبقى فايق وكيمكن يتبع معنا العمليه على الشاشه ديال التلفاز وكنشرحوا ليه المراحل كلها اللي كدوز عليها العمليه. وهذا البنج هذا كيتطلب واحد الشوكه في الظهر والعمليه كدوز تقل البنج كيبقى تقريبا ما بين ساعتين حتى ساعتين ونص. المريض من بعد ملي يحرك رجلاتو كيخرج من قاعه العمليات ويمكن يمشي للدار ديالو ان شاء الله بعد السوايع وياكل ويشرب بالزرق. امراض المسالك البوليه العين تقدم بزاف وطرق الجراحه اللي فيهاش ضرر تخدم بزاف منهم كما كتلاحظوا لا بروستات لا الورم ديال الورم كاين عمليه ديال سوا الجراحه العاديه سوا الجراحه بلاباسكوبي كتسمى. حنا عندنا شوجور بوتيك 3 دي كنديروا هنا بعد ثلاثي
وكاين عاود ثاني من ناحيه الحصى، امراض الحصى التقنيه تقدمت بزاف. كاين دابا التقنيه دارت هي بلوندوسكوبي، كندير واحد نطلعوا من المسالك البوليه حتى الكلوه ونقدروا نهزوا في حجره وندخلوا من لابو من كتسمى النفخ ان ال بي سي لا نيفروليتون بيركوتاني، كتدخل من الجلده حسب واحد الراديولوجي كتشوف وكترس حجره. اذا كنقولوا ان امراض المسالك البوليه تطورات من ناحيه العلاج من ناحيه التشخيص، وهذا الشيء في صالح المرضى انهم كيوليو ما عندهمش ضرر من العمليه وكيقدروا يستأنفوا الاعمال ديالهم من غد اليوم، من اليوم للغد. وحتى من ناحيه المستشفى ما كيشدش الناس بزاف في المستشفى، يقدر يداوي بزاف الناس واللي يبقى شاد واحد 4 ايام يقدر واحد كيفتح وكيمشي للنهار ديالو وكيجي واحد اخرين. Ah, j'avais un problème de prostate, j'en souffrais depuis une dizaine d'années. Maintenant, je me sens soulagé. J'avais un problème aussi de battement de cœur. On m'a placé un pacemaker. Maintenant, j'ai récupéré le rythme normal du cœur. Et du côté prostate, je me sens soulagé. البروستات الاسباب ديالها ما كاينش اسباب، هو لاج براسو العمر كيتبلع البروستات كتجي. نقدروا نقولوا بعد الريجيم حتى هو كيلعب دور من ناحيه التضخم ديال اللحوم كينقصوا انت من اللحوم، من ناحيه الحصى ريجيم مهم، وعاوتاني من ناحيه ديال الانسان كيتكاثر تاكل الاكل بعد الاكل خص ياكل الانسان اكل متنوع ماشي غير اكل واحد، والماء يحاول يشرب الماء بزاف، هادشي كلشي كنقدروا نتفاداو الحصى. حيت الحصى كما كتعرف فيه 25 حاله ديال الحصى من نوع 25 نوع، كل نوع كيقدر يجي من الاكل. اذا هاد التربيه ديال ليدوكاسيون ديال الناس اش يشربوا الماء والماء كيشكلوا مهمه باش نتفاداو هادشي. مركز الصحي الحضري المستوى الثاني المسيرة واحد بمعرف الزرقتوني، مرحبا بك. المركز الصحي المسيرة واحد هو من أكبر المراكز الصحية اللي كيتوجدوا في مراكش، بالضبط بحي المسيرة، كيغطي كثافة سكانية ديال ما يناهز 50,000 نسمة، كيتوفر على مجموعة ديال الخلايا اللي كيتبعوا مجموعه ديال البرامج الصحيه، منهم خليه ديال التلقيح، كاينه خليه ديال تنظيم الاسره، كاينه خليه اللي كتقوم بالكشف عن الفحوصات ديال داء السرطان ديال الثدي وديال عنق الرحم، كاين خليه اللي كتبع دوك الناس اللي عندهم مرض السل سميتو، كاين خليه ديال الصيدله اللي كتوفر الدواء للسكان، ثم كاين خليه ديال تتبع ديال الصحه الدراسيه، وكذلك كاين خليه قسم ديال سميتو ديال الولاده اللي تابع للمركز الصحي المسيره. هذه الخليه المكلفه بالتلقيح وتتبع الاطفال منذ سن الولاده الى الفتره ديال 5 سنوات. حقق المغرب تقدم ملموس في إطار في انخفاض وفيات الأم والطفل من خلال مخططاته الاستراتيجية لتقليص وفيات الأمهات والأطفال وتحسين شروط الخدمات المقدمة لصحة الأم والطفل، وذلك بناء على مؤشرات، حيث انخفض عدد وفيات من ما بين 2010 إلى 2018 من 112 حالة وفاة إلى 72.6 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية.
بالنسبه لمركز الصحي الزرقطوني هو من بين المراكز اللي كيقدم واحد الخدمات للساكنه اللي كتراوح ال 45,000 عدد ديال الساكنه واللي كيتقدم فيه جميع البرامج الوطنيه من بينهم البرنامج ديال صحه الام والطفل وهذا البرنامج اللي عطى واحد المردوديه بناء على الجوده باسكو عملنا كذلك ماشي فقط تكفل بالحالات ولكن حتى دوك الحالات كيفيه التكفل بهذه الحالات حيث كان وفرنا كل وسائل لهاد النساء الحوامل من التتبع يعني من قبل الولاده يعني تتبع الحالات الحمل ديالهم برنامجات الحمل ديالهم تتبع الحمل ديالهم الولاده وكذلك تتبع الحالات ما بعد الولاده. الوسائل اللي عندنا حبيبه هما كاين عندنا وسائل ديال منع الحمل اللي فيهم هرمونات كاين الفانيد العادي اللي هي الكينه العاديه والكينه ديال منع ديال الرضاعه كاينين جوج الانواع انت دابا غادي تختاري الوسيله اللي عجبتك واللي مناسبك على حسب الذات ديالك حنايا كنقولوا لك وانت كتختاري كاينه نبره حتى هي كتدار المراه اللي تترضع واللي ما تترضع اليوم بجوج كاين اللولب اللولب يعني هو العمليه الصغيره اللي كتسمى عند الناس بالعاميه العمليه الصغيره وحنا كنسموها في الصحه اللولب كاين ليبرا هي وكاين هذا العازل الطبي كيستعملوا الراجل هذا الراجل اللي كيستعملوا دابا انتيا حنا وريناك الوسائل كاملة انت كتشوفي الوسيله اللي مناسباك واللي متفقه مع راجلك عليها هادو هو الوسائل اللي كاينين وزارة الصحة كاملين. شكرا. انتيا دابا واش جيتي بشي فكرة على اش بغيتي ديري ولا ولا نقولوا لك حنايا شنو؟ هذه قاعه ديال الفحص ديال النساء الحوامل اللي كيجيو عندنا وكنستقبلوهم لاول مره في دار الولاده ديالتنا المسيره وكنحاولوا نديروا الفحص ديالهم الكامل ديال الحاله ديالتهم الصحيه لا للمراه ولا للجنين ديالها. من هذاك القسم الاول اللي تسمى الفحص الاولي وعينتها السيده المولده دابا دازت لقسم الملاحظه قبل التوليد اللي هو عباره عن قسم كنشوفوا فيه تتبع المراه المراحل اللي قبل الولاده كنراقبوا ليها دقه القلب ديال الجنين وكنشوفوا ليها لا طونسيون ديالها وكنحاولوا مره نديروا ليها الكشف باش نشوفوا فين وصلت في التقدم ديال عمليه الولاده دونك هنا السيده المولده السيده ناديه بدات الاجراءات الاوليه اللي هما قبل الولاده باش نشوفوا المراه فين وصلت لينا باش ان شاء الله ملي تقرب تولد غادي ندخلوها لقسم الولاده. وراو كيفاش تديري البوت كيفاش تداوي ليه في الدار سميتو كلشي مزيان الحمد لله وعلى سلامتك غتبقاي معنا ان شاء الله 48 ساعه غادي نعاودو ثاني ان شاء الله نقلبوك فيش ما كانت عندك شي حاجه راه غادي تجي المولده تزورك وتشوفك على سلامتك تبارك الله على العز والصلاه على النبي عليه. دار الولاده المسيره
يظل الولادة التابعة للمركز الصحي الحضري المستوى الثاني المسيرة واحد، وهي تختص بالولادة الطبيعية. هذه الولادة الطبيعية تكون في حق كل النساء التي توفدوا على هذا الدار الولادة، وهناك 11 القابلة التي تتكلف بهذه الولادة الطبيعية، ولكن في حالة إذا كانت شي حالة مستعصية تتم التواصل مع المستوى الثاني أو المستوى الثالث على حسب الحالة اللي عند السيدة الحامل. لحد الآن في هذا النصف الأول من السنة الحالية تم التكفل ب 1220 حالة، يعني 1220 ولادة طبيعية، بالمقارنة مع عدد الولادات المنتظرة اللي هو 975 امرأة. كيف ما كنعرفوا جميع، الحمل والولادة واحد الحدث اللي هو سعيد، كتفرح به المرأة وكيفرح به الزوج وكتفرح به العائلة، ولكن هذا ما كيمنعش بأنه ممكن يكون عندنا بعض المخاطر اللي تهدد لنا الحياة ديال المرأة وديال الجنين، وهذا هو الهدف من التتبع ديال الحمل. الزيارة الأولى كتكون في 3 شهور الأولى ديال الحمل، الزيارة الثانية في الشهر ما بين 5 و7 شهور، الزيارة الثالثة في الشهر 8، والزيارة الأخيرة في بداية الشهر 9. هاد المركز كيعتبر واحد المركز نموذجي، واللي حنا في المديريه الجهويه ان شاء الله ديال الصحه ديال مراكش غنحاولوا باش نحاولوا يكون هذا هو الموديل اللي غنمكن نعتمدوا عليه باش تكون واحد جميع المراكز الصحيه من المستوى الثاني اللي كتكون فيهم التتبع والولاده باش يكون من نفس الجوده ديال الخدمات المقدمه لهذه الفئه ديال النساء الحوامل والاطفال لاقل من 5 سنوات. كذلك المركز الصحي ديال الزرقطوني مندمج معنا في اطار ديال الشراكه مع جميع المتدخلين من اجل رفع من المستوى كذلك الجوده ديال الخدمات المقدمه، حيث كاين واحد خصصنا واحد المصلحه اللي فيها اللي كتقوم بكيفيه يعني استعداد المراه للولاده، لان هاد المصلحه هادي كتعطي جميع الوسائل ديال التوعيه والتحسيس للمراه باش كتستعد للولاده ديالها وما تكونش ولاده صعيبه وكتكون ولاده سهله، لان المراه باش تكون ولاده سهله خصها هي تعرف طريقه ديال الولاده وطريقه كيفاش يعني كيخرج لو بيبي ديالو على الحياه.